يبقى هنا يا شباب هقول مجموع الفورسز اللي فوق يساوي مجموع الفورسز اللي تحت مجموع الفورسز اللي فوق يساوي مجموع الفورسز اللي تحت او مجموع الفورسز على الواي اكسس كله يعتبر ايه يا شباب يعتبر كله ايكوال زيرو طبعا دي بتكنسل دي لو دي في البوزيتيف دايركشن يبقى دي في النيجاتيف دايركشن طيب لو جيت هنا بعد كده هقول ان ال 100 ساين 30 بلس 100 ساين 30 ماينس فورس ايكوال زيرو يبقى اذا نقدر نقول 100 ساين 30 بلس 100 ساين 30 ماينس اف ايكوال كام زيرو لان لو دول بوزيتيف يا جماعه دي هتبقى نيجاتيف لان دايركشن ده غير دايركشن ده يبقى اذا مجموع كل دول هو اللي ايكوال زيرو طيب هعملها ايكويجن يبقى 100 ساين سي 30 100 ساين 30 يبقى 200 ساين 30 ايكوال اي اف يبقى هجيب الفاليو بتاعت الاف الاف ايكوال كام؟ طبعا ال 200 ساين 30 ساين 30 half half تايمز 200 يبقى الفورس ايكوال كام؟ ايكوال 100 كده يبقى احنا خلصنا نيوتن فيرست